انطلقت اليوم سلسلة لقاءات اللجنة الفنية الوزارية المشتركة للدعم في إطار الإصلاح المؤسسي مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني والشيوخ التقليديين، وذلك لرصد مقترحات ومساهمات هذه التنظيمات وتلخيصها تمهيداً للمنتدى الوطني لإصلاح مؤسسات الدولة. المناسبة جرت بحضور الوزير الأمين العام المكلف بالإصلاح رئيس اللجنة الدكتور عبد الله صابر فضل، ووزير العدل وحامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان البروفيسور أحمد محمد حسن، وذلك بالأمانة العامة للحكومة. تقرير هارون أباد. من أجل التطبيق الفعلي للبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية الذي أعلنه خلال حفل تنصيبه كرئيسا للبلاد في ولايته الحالية، والذي ركز بشكل أساسي على الإصلاح المؤسسي بالدولة لمواجهة مختلف تحديات عجلة التنمية، جاء هذا اللقاء الذي جمع اللجنة الفنية الوزارية المشتركة للدعم مع مختلف القيادات الشبابية التي تمثل الجمعيات والمنظمات والاتحادات الطلابية والشبابية، وذلك لتقديم المقترحات التي تساهم في عملية إصلاح مؤسسات الدولة بالرد على عدد من الأسئلة تمت صياغتها من قبل الأمانة العامة للحكومة، وهي نقاط أساسية لتسيير الشأن العام كنظام الحكم والتقسيم الإداري للحكم المحلي وكيفية إبقاء أو إلغاء أو إصلاح المؤسسات العليا للجمهورية وضرورة إصلاح الآلة القضائية بقيام قضاء مستقل يدعم العدالة الاجتماعية وبسط نفوذ سلطة الدولة وهيبتها ومشاركة الشباب والمرأة في إدارة الشؤون العامة من خلال دمجهم في مراكز اتخاذ القرار. كما طالب رئيس المجلس الوطني الاستشاري للشباب شرف الدين نصر تدوي بتأسيس برامج فعالة لحماية الشباب من الأمراض الفتاكة وخاصة السيدة وإيواء الأطفال المشردين. كما التقت اللجنة مع جمعية الشيوخ التقليديين وعمد البلديات والمنظمات الشبابية الدينية، حيث استمعت اللجنة إلى كل التقارير والمقترحات التي تناولت ضرورة إصلاح أجهزة الدولة من خلال تحديد نظام الحكم وفترة ولاية الرئيس والبرلمان وقواعد الدستور والقانون وحماية هذه القواعد. الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالإصلاح دكتور عبد الله صابر فضل أكد بأن اللجنة ملتزمة بتلقي كل المقترحات ورفعها إلى اللجنة العليا. رئيس الجمهورية دور البروسيس البدنادة ناس كل التشادين يشاركوا فيها. من التشادين القاعدين في خارج كان ثلاثة ولا أربعة بلد نرسلوا من شغل نكلفوا المصادرات برا. يسو نفس الكونسلتاسيون. كل المنظمات السياسية، كل المنظمات أنا سوسيتي سيفيل، كل المنظمات السوسيو بروفيسيونيل كان قدمنا لهم انفيتاسيون عسين تقريب شهر ونص، وقلنا لهم خليه يجهزوا في سؤالات كده قدمنا لهم نناقشوا معهم وكان عندهم كونتريبيوشن يدونا لهم. أنينا كلجنة فنية ميشن حقنا نسو السنتيز عن كل الكونتريبيوشن ونقدموها للكوميتي على يرأس رئيس الوزراء. بعد ذاك قام رئيس الجمهورية دورة وأعلن الحكومة تسي فوروم ناشونال مفتوح لكل منظمات السياسية على سوسيتي سيفيل كل المنظمات، وفي الأخير الفوروم يحرر الريفورم الممكن يقع في بلدنا. وزير العدل حامي الأختام والمكلف بالحريات الأساسية البروفيسور أحمد محمد حسن قال أن مخرجات المنتدى الوطني للإصلاح المؤسسي المزمع عقده في المستقبل القريب سيكون عقدا جديدا لبناء دولة قوية وتحقيق الوحدة الوطنية والالتحاق بركب التنمية. الإصلاح المؤسسي هو خطوة عملية قامت بها الحكومة لمشاركة كافة الشركاء والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين لتوافق الرؤى من أجل مستقبل أفضل للبلاد.